مجلس الوزراء السوداني الرئيس السيسي وجه برفع مستويات التنسيق مع السودان. أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كل الأجهزة والمؤسسات المصرية برفع مستويات التنسيق والتعاون مع السودان. وعاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له إلى الخرطوم أمس الجمعة بعد زيارة إلى مصر استغرقت يومين. وقال المهندس خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي في مطار الخرطوم عقب عودة الوفد السوداني إن الزيارة بدأت باستقبال حافل للغاية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مطار القاهرة، ثم توجه الوفد إلى قصر الاتحادية وتم عقد لقاء جيد للغاية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك. بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تم خلاله تناول معظم القضايا بين البلدين. وأوضح أن وفدي البلدين ناقشا في جلسة مباحثات موسعة في مجلس الوزراء كل ملفات التعاون التي كان تم بحثها في زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في أغسطس الماضي.